أيها المميزين، نحن الآن اجلسوا. والله احنا بنقعد بصراحة، المسرحية بتطول هذه. جحدر إذا ما تبي تقعد لا تقعد، بس جحدر المسموح، الباقيين اقعدوا. إذا حياكم الله في أولى عروضنا المسرحية، عندنا مسرحية رهيبة مرة 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 رهيبة. والآن أنا أبوهم، ها أبو سلهف في المشهد. هذه الشارة يعني؟ لا دقيقة، ها؟ يا أخي لا تخرب. الإخراج عائلة مياو. والآن مع المشهد الأول. اليوم يا سلهوبي. ما عليك. ها باباو جاهز. الو يا اخي راح سولف مع اصدقائك باقي المشهد ما هم بينا. يلا سولف معهم هناك. وين انا كني شفتكم بعيد. يلا ها كيف المدرسه يا سلهوبي؟ والله المدرسه حلوه وجميله. شوف كيف اعطانا واجب صعب. أيوة. والله عدست احله. ما عليكم انا بحل كل الاجوبه وكل الاسئله. ها ايش رايك فيها سلهوبي؟ بابا. ونعم ما قلت لك لا عاد تمشي مع الاثنين دول الاشرار. ليه يا بابا وليه؟ بالعكس هذول اصدقائي وانا احبهم. وعلى فكره بابا هذول مو شريرين. انا قلت لك من اول ما تروح معهم. لا هذول يخربون اخلاقك. وانت ما شاء الله حمل وديع تروح مع هذول الذئاب. بس يا باباو حمل وديع انا ما اقدر استغنى عن اصدقائي هذول. نعم ايه انت اسامه ومصعب. ليش تمشون مع ابني او ها؟ ما انا قايل لكم قايل احنا نبغى نمشي معه عشان نعلم الاخلاق الحلوه والصحيحه. لا 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 انا ابني ما ابغى يتعلم لا حسن الخلق ولا شيء. ابني بس ابعدوا عنه لا حد يمشي معاه. بس كذا يا عم شيبوب بتخرب اخلاقه مره ويصير ما حيسمع كلامك ابدا. ما يسمع كلامك. بعدين يا بابا انا الحين يا بابا لو صاحبت ناس اشرار ما راح اسمع كلامك. ايوه ما راح احترمك. لازم على خيار. وانا من الحين ما بسمع كلامك خلاص. تتحداني يا ولد؟ باباو تعال هنا. نعم تعال قدام اسمع كلامك. وش تبي؟ تتحداني؟ ايوه اتحداك يا باباو. يا راسي وش سويت فيك؟ ليش سويت كذا؟ حرام عليك ليش سويت فيك كذا؟ وش سويت فيني يا بابا؟ حرام عليك. يا بابا ليش كذا ليه؟ الحمد لله. تعال ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ والله مسرحية حلوة. سلهوبي ايوه بابا معلش ابى اكلم سلهوبي اخاف اكون يعني اخذت كم واحدة؟ ثلاثة بس احنا يعني ست باقي ثلاثة ثانيات. باقي ثلاثة؟ يا اخي انت غبي انت. كم قال؟ اي ست مو ثلاثة بس. انا شايف ستة بس قلت خلينا ناخذ ثلاثة. يا اخي انت ايش فيك؟ اعطيك صدق الحين شلون صرف؟ اسمع جحدر شكله ما عجبك المشهد القفلة. خلينا نعيده القفلة الأخيرة هذه عشان فيها ضرب عشان فيها شر. يلا بابا انا واقف هنا ها وانت يلا عيد. إيه بس اذا قلت لك تعال قرب ابطق قوه عشان ترجع ورا كثير. يلا خلاص يلا. واسمع ارجع ثلاث خطوات. يلا باقي كم؟ باقي ثلاث خطوات. ارجع ثلاث خطوات. لو خطوه واحده ولا خطوتين
يا ويلنا ثلاث خطوات حطهم داخل الشنطة ها؟ الثلاث خطوات حطهم في الشنطة. شوف ليه ما يكون خطوة واحدة؟ خطوة واحدة أخي أحسها أسرع وأفضل. لا 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 لا, 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 لا ثلاث خطوات تمشي ثلاثة عشان تمشي حلوة. أنا أقول واحدة وكافية الحين. هذا مشهد ولا بروفات الحين؟ احنا أنا مخرج، أنا المخرج لو سمحتوا. هذا هذه المسرحية إنتاج عائلة مياو. نعم وفي إخوات وفي شغل، وهذا عندنا مخرج عظيم كريم مياو. يلا يلا يا شيبوب ابدا. يلا يا شيبوب يلا نبدا نعيد المشهد نعيده. والمعد احمد يونس مياو. ايوه. يا ولدي. ايوه. تتحداني قلبي. قلبي. تتحداني بابا. تتحداني. ايوه اتحداك. انا اوريك هذول الطيبين. انا اوريك. ياو 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 ها بتش اه ها بتش قلبي ها بتش اه. يلا بسرعة بسرعة اه. عبي الشنطة. وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟ وينه؟ يا أخي ما أشوفك. يا قلبي أسامة. يا بابا قسيت علي. أسامة. أسامة مصعب. ليش ضربتك كذا؟ دقيقة لا تمشون مع ولدي. لا تمشون مع ولدي. نبغى نعلم أحس. قولوا توبة. توبة والله ما سعيد معك سوية. خلاص توبة توبة توبة. خلص مشهدكم. هذا خلص. خلص. دقيقة بعد نحيي الجمهور. شكرا جمهور على المتابعة وشكرا. الله يسلمكم ولا تنسى الإعجاب. الله يسلمكم. يعني سبسنس مرة رهيب. وين وين راح سلوب؟ سلوب تعال تعال سلوبي. وينك؟ تعال سلوبي. بابا حيي الجمهور يا سلام. شكرا شكرا شكرا. يا شيبوب شيبوب انتو سلام. ايش رايك؟ وش العرض الفاشل؟ ليش؟ والله اخر شيء وين الدم؟ وين الاجرام؟ وش لقيته؟ عور لكن يعني من جوا قلبه يعني فاشل. داخل احنا مو راضين على الضرب اللي صار. تبغى دم واجرام؟ وش ذا يا جحدر بعد؟ احسبك الان ما عجبك لانه فيها يعني عنف. يا بورشر. نعم. ما عندي مسرحية. ما أبغى والله. ما هلا بيك. أمشي طال عمرك. يقول الجمهور الجمهور سكروا تلفزيوناتهم من نياو نياو. قل بس. أنا بروح أبغى أروح عند دبور. خليك منهم بس. تعال فضل تعال تعال. إي والله. ضيع وقتنا. كويس معك. مركز. مركز. شو سووا؟ إيه. يعني على بالهم يبغون يضحكون علينا. لكن سؤال، وش شفت؟ أقول الحركات ضرب ورجع خطوات. إيه ثلاث خطوات ها. يقول مسرحي كيس جوافه محشوم. قافطهم قافطهم أمرك سيدي. وعرف وين ودوا الأكواد. هوا. إيه يا شيبوب. هذه مرة نبغى تجويد في الشغل. أنا أشوف إنه شكرا شكرا لكم ما قصرتوا. عشان كذا بنروح نشوف اسم البرنامج بنشوف بنشوف. بس ترى شوف حاب أقول لكم إن آخر مرة تمثلون بالله ها. لأن مرة مسرحيتكم ما شاء الله مرة ما مرة ما ما شاء الله مرة مرة ما شاء الله. هذا المثل اللي يقول. يقول الشاعر إيه؟ ان هذول البشر إيه؟ محطمين المعنويات المعنويات إيه؟ ومحطميننا ولا يعرفون ان احنا الابطال. طال. نعم هذا الشاعر ما شاء الله يوسف. فضايل فضايل بالله. شوف 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 هذه حور تقول اي اخر مره والله العظيم. هذه تقول مسرحيه مره تضحك. إيه؟ كيف ايش يضحك؟ هاي تقول نبغى هل تسمعني لان هذه ما شوف حتى الناس صاروا يقولون نبي فقره ثانيه يا فضايا. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. انا الخطا مو منهم. الخطا على اسامه ومصعب اللي شاركوهم بعد المشهد. أيوه انا عشان كذا انا اشوف انه ما عاد يمثلون مره ثانيه ابدا. نحاول نساعدهم. ما عاد يمثلون. شوف شوف هذا تقول انا مستانس على محمد. تقول انا مستانس على هذه المسرحيه. يعني 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 اني فرحان بالمسرحيه.
مهما تشاورتم فستبقى أمجاد الخير تتوالى. أمجاد الخير تتوالى.